السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. مرحبا بكم على قناة اس بي شانيل. هاد النهار ان شاء الله غادي نشوفو لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف لي بلوز اتيليزي اون فرونسي، اي غنشوفو الصفات الوصفيه اكثر استعمالا في اللغه الفرنسيه. هذا ماشي درس ديال الغرامير، وانما فقط غير غادي نشوفو لي معروفين لي كنخدمو بهم بزاف. الدرس ديال لي زادجيكتيف غادي نشوفوه من بعد ان شاء الله. في الاول غادي نشوفو تعريف ديال الصفات الوصفيه، اي لا ديفينيسيون ديال لادجيكتيف كاليفيكاتيف. لادجيكتيف كاليفيكاتيف est un mot variable qui exprime une qualité, une manière d'être de l'objet ou de la personne citée. الصفات الوصفيه هي كلمه متغيره تعبر عن جوده الشيء او الشخص المذكور. هذا لادجيكتيف كاليفيكاتيف شنو هو؟ adjective qualificatif هو كلمة يعني اللي كنوصفو بها واحد الشخص او لا واحد الشيء، او لا شي مرات كيكون animal يعني حيوان. غادي نشوفو بحالاش grand c'est un nom masculin. هو من les adjectives qualificatifs. عندنا grand كيتسالى بالدي، ولكن من حيت عندنا دي موي ما كتنطقش، ما كنقولوش غروند، كنقولو غران اللي كتعني باللغه العربيه كبير. غروند كتكتب بحال غرون، ولكن كنزيدو الاو ديال الفيمينان كترجع لنا غروند. غروند هي كبيره، اذا غران هي كبير وغروند هي كبيره، يا اما كنقولوها للشخص او لا لشيء. بوتي هو صغير. هنا كذلك تي اللي في لافان ما كتنطقش، ما كنقولوش بوتيت وانما بوتي، حيت بوتيت هي هذه بوتي، ولكن هذه بوتيت اللي كتعني صغيره. اذا بوتي هي صغير و بوتيت هي صغيرة. ومثلا ان بوتي غارسون يعني وليد صغير، او لا ان بوتيت في اللي هي بنت صغيرة. كذلك لون هنا كذلك جيموي ما كتنطقش، اللي كتعني طويل. لونغ هي طويلة، لون هي طويل ولونغ هي طويلة. كور كذلك الطفل الأخير موي ما كتنطقش، اللي هي قصير. أما كورت هي قصيرة، كور هي قصير وكورت هي قصيرة. مانس اللي هي رقيق او لا رقيقه يعني ضعيف. باش كنقولوا اون بيرسون مانس يعني واحد لا بيرسون اللي ضعيفه، يعني شخص رقيق او لا رقيقه. ميغ هو شخص نحيف جدا يعني ضعيف بزاف، رقيق بزاف. غرو هنا اسم ميه ما كتنطقش، اللي هي سمين او لا كيف كنقولوا بالدارجه غليظ. غروس اللي هي سمينه او لا بالدارجه غليظه. غرو هي سمين وغروس سمينه او لا بدينه. فور تي مي كتعني لنا قوي. فورت هي قوية، إذا فور هي قوي وفورت هي قوية. بو هي جميل يعني زوين. بيل يعني جميلة يعني زوينة. بو هي جميل وبيل هي جميلة. جونتي
جونتي ال ما كتنطقش، ما كنقولوش جونتيل، انما كنقولو جونتي اللي هي لطيف اي ظريف. جونتي جونتي حتى هنا ال دو زال و الاو ما كتنطقش، ما كنقولوش جونتيل وانما جونتي اللي هي لطيفه يعني ظريفه، واحد الشخص ظريفه. لاحظتوا هنا جونتي و جونتي ما كتغيرش طريقه النطق، ولكن بطريقه الكتابه كتغير. هنا الماسكولا كيكون غير ال وحده، والفيمينا كنزيدو ال و الاو. اذا جونتي لطيف اي ظريف، و جونتي افيك دو زال او على فان لطيفة يعني ظريفة. ميشون ميشون اللي هي سيء يعني قبيح ما مزيانش. ميشونت ميشونت سيئة يعني قبيحة ما مزياناش. هنا التميمية كذلك ما كتنطقش. اذا ميشون هي سيء، ميشونت هي سيئة. ادوغابل 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 هو محبوب، اي شخص محبوب يعني كي دخل الخاطر، محبوب عند كلشي، كلشي كيبغيه زعما. بولي بولي يعني مؤدب، يعني واحد لا بيرسون كي بولي يعني شخص مؤدب، يعني مؤدب يعني مربي. فيو فيو الا كان على شي واحد، على اون بيرسون يعني على شخص هو مسن، اما الا كان على شي شيء بحال مثلا دار فهي قديم. فياي فياي كذلك الا كانت على امراه يعني مسنه يعني امراه كبيره، ولا كان على شي شيء فهي قديمه بحال ميزون كنقولوا فياي. كاين كذلك كرياتيف، كرياتيف هو مبدع، وكرياتيف هي مبدعه. مثلا في هذوك العيالات اللي كيكونوا كيصاوبوا مثلا لي كافطون، وكتكون عندها خدمه نقيه وابداعيه يعني جديده ما كيناش، يعني هي بدعتها براسها. كنقولوا هاد المراه الي كرياتيف يعني مبدعه، عندها حس ابداعي. اذا كرياتيف هي مبدع، كرياتيف هي مبدعة. إليغون إليغون تي موي يعني غير منطوقة. إليغون هي أنيقة. إليغونت إليغونت هي أنيقة. إليغون هي أنيقة، وإليغونت هي أنيقة. انتليجون 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 هي ذكي، يعني واحد الشخص ذكي. انتليجون تي هنايا حتى هي مي يعني ما كتنطقش، اما بالنسبه لهنا انتليجونت انتليجونت يعني ذكيه، يعني واحد السيده اللي ذكيه ذكيه يعني. اذا انتليجون هي ذكي، انتليجونت هي ذكيه. heureux heureux هي سعيد. heureuse heureuse يعني سعيدة يعني فرحانة. إذا heureux هي سعيد، و heureuse هي سعيدة، يعني heureux فرحان و heureuse فرحانة. parfait بارفي تي هنا كذلك موي ما كتنطقش، هي مثالي يعني واحد لا بيرسون مثالي ما فيهاش العيب، يعني كل شيء فيه مزيان. بارفي بارفيت بارفيت اللي هي مثاليه. بارفي مثالي، بارفيت مثاليه. مانيفيك مانيفيك يعني رائع، يعني شي حاجه ما كنقولوا واو مانيفيك، يعني شي حاجه واو زوينه بزاف. كالم كالم هدوء، اولا كنقولوا شخص هادئ، كنقولوا ديك لا بيرسون اللي تري كالم يعني هادئه بزاف. مانيفيك هي رائع، وكالم هي هادئ.
جينيرو هو كريم، ماشي السميه ديال كريم، وانما جينيرو كريم يعني معطاء، يعني كيعطي كريم كيف ما كنقولوا بالدارجه. جينيروز هي كريمه كذلك، ماشي السميه ديال كريمه، وانما كريمه هي شخص، هي اللي كريمه يعني سخيه، يعني جينيرو هي كريم سخي، وجينيروز كريمه هي سخيه يعني بالدارجه. فو يعني مجنون، يعني حمق. فول مجنونة يعني حمقى. إذن فو هي مجنون، وفول هي مجنونة. رياليست هو الواقعي. ريسبونسابل مسؤول، يا اما كنقولوا ريسبونسابل مسؤول ديال شي قسم ولا شي شركه ولا بيرسون ريسبونسابل يعني مسؤول، يعني كيحس بالمسؤوليه. اذا رياليست هو واقعي، وريسبونسابل هو مسؤول. والى هنا كينتهي الفيديو ديالنا. كيف ما قلت لكم، هادو لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف، اي الصفات الوصفيه، ماشي درس، وانما غير فقط خديت هادوك اللي معروفين كنستعملوهم زعما بصفة يومية، يعني اكثر استعمالا وصافي، لي بليز يوتيليزي وصافي. اما الدرس ديال لي زادجيكتيف غادي نشوفوهم من بعد. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون مفيد. الى عجبكم محتوى الفيديو كنتمنى انكم تدعموني بلايك او جيم. لا الى عجبكم محتوى ديال الفيديو كنتمنى انكم تدعموني بجيم لهذا الفيديو، اي ضغطوا على زر الاعجاب، واذا ما كنتوش مشتركين تشتركوا. نتلقاو فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.